بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، متابعينا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين النبي محمد في وقفة احتجاجية من تنظيم عدد من المراكز الدينية في ميشيغان ضد عملية حلق القرآن الكريم. السلام عليكم. ضد عملية حلق القرآن الكريم، أكيد هناك حضور جيد، يعني لا بأس به صراحة، كنا نتمنى أن الحضور يكون أكبر من هيك، ولكن يعني حضور لا بأس به بالنسبة لل يعني الفعاليات الأخرى اللي بتصير. أكيد رح ننقل لكم يعني فعاليات هذا خير افتتاح لهذه المناسبة بالسماع لآيات من القرآن الكريم يتلوها علينا الشاب حسين مقلد، فليتفضل بعد الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقموحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن والغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وهم يحسبون، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، صدق الله العلي العظيم. صلى على محمد. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God, the most merciful, the compassionate, requested, respected religious scholars, Mayor Abdullah Hamoud, elected official, dignitaries, media, brother and sister, good evening and peace be upon you. In the last few weeks, the heart of Muslims have been severely hurt by setting fire on the pages of the Quran in Sweden and Denmark. Such a painful events are happening and are not being judged. When the holy book of religious community is burned, it burns more than just a symbol or words on a paper. The act insensitively breaks down the core parts of a personal identity and personal hope. The first speaker is Sheikh Muhammad Ali Birru, Imam of the Islamic Council of America. فليتفضل بعد الصلاة على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرم المبعثين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
باب السماحة. إخوتي أخواتي أيها المؤمنون، سلام من الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركاته. يقول عز من قائل في كتابه العظيم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. القرآن الكريم هو الكتاب المعجز الذي حفظ كرامة الأنبياء، ولولا القرآن الكريم لوجدنا أن الكتب الأخرى تصف الأنبياء بأنهم كانوا يشربون الخمر ويتعاطون الزنا، وكان أحد الأنبياء يدعو عاريا 3 سنوات. هذه الكتب التي تسيء إلى الأنبياء جاء القرآن الكريم ليكون معجزة ل124,000 نبي. فلولا القرآن الكريم لما كان هناك كرامة للأنبياء في جميع بقاع العالم. ثم أن القرآن الكريم يخاطب العقلاء والعلماء، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فكل العلماء حينما يقرؤون القرآن وهم غير مسلمين يدخلون في الإسلام، وكم من الذين دخلوا وهم من كبار العلماء في العالم بواسطة هذا الكتاب العظيم. ثم أن هذا الكتاب أيها الإخوة والأخوات ليس هذا الكتاب الذي تحملوه، وليس هذا الكتاب الذي بين الدفتين، إنما هو روح من الله. فالله سبحانه وتعالى أنزل إلى نبيه روحا، وهذه الروح لا تطالها الأيدي ولا تطالها هذه الأعمال التي نشاهدها هنا أو هناك. ثم أن هذا القرآن بالإضافة إلى أنه روح، هو كائن حي يتحدى البشرية ويتحدى الجن والإنس. قل يا معشر الجن والإنس، أو قل لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا القرآن لا يحتاج إلى من يدافع عنه، بل هو حجة الحجج، وهو الذي يدافع عن نفسه ويتحدى الإنس والجن أن يأتوا ويجلسوا ويجدوا مثل هذا القرآن الكريم. وهذا القرآن له 1445 عاما يتحدى، ولكن ليس هناك من مجيب أو متحدي لهذا القرآن. فإذا مهما حاول هؤلاء أن ينالوا من القرآن فإنهم لا يسيئون إلى القرآن، وإنما يسيئون إلى أنفسهم، ويكشف عن أنفسهم أنهم جهلة. وإلا لو كانوا عقلاء وكانوا يفهمون لجلسوا إلى هذا القرآن واستفادوا من هذا القرآن الفائدة العظيمة. وهنا أيها الأخوة والأخوات، في مقابل هذه الأعمال هناك وظائف عديدة. ما هي وظيفتنا؟ وما هي وظائف الحكام؟ وما هي وظائف الآخرين من الإخوة المسيحيين واليهود؟ نحن نقدس الكتب السماوية ونحترمها، ولا يسمح أحد من علمائنا أن يساء إلى الإنجيل أو التوراة في أي بلد من بلاد العالم. فكما نقدس القرآن الكريم نقدس التوراة والإنجيل، وهذا القرآن هو الذي يقدس هذه الكتب ويتحدث عن هذه الكتب. فهذه وظيفة المسيحيين واليهود في العالم، أن لا يسمحوا بهذه السخائف وبهذه الأعمال السيئة أن يسيء هؤلاء إلى القرآن الكريم. هذا أولا. وثانيا، نرجو من حكام المسلمين أن يقفوا موقف رجال، وأن يبينوا على أنهم هم حكام مسلمين وليسوا عملاء لغيرهم، ويجب عليهم أن يتخذوا موقفا واحدا ضد هؤلاء، وليكن ذلك بالتعاون مع قداسة البابا ومع جميع رجال الدين في العالم على أن لا يساء إلى دين من الأديان على الإطلاق.
وأما وظيفتنا نحن أيها الإخوة والأخوات فالوظيفة مهمة جدا، فيجب علينا نحن أن نجسد القرآن بأخلاقنا وأعمالنا وتعاملنا مع الجميع، فحينما يكون المسلم عاملا بالقرآن ومحققا لأهداف القرآن هو في الواقع داعي من دعاة الإسلام وهو رسول الإسلام لهذه الأمم ولهذه الأجيال. فأيها الإخوة والأخوات الوظيفة كبيرة عليكم وخاصة في هذه البلاد، فبينوا للآخرين صدقكم وأمانتكم وأخلاصكم وحبكم لهذه البلاد وحبكم لكل إنسان، لأن الإسلام جاء رحمة للعالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لنقف مع القرآن عمليا ولنكون من الذين يحققون القرآن وأهداف القرآن. أجركم الله على هذا الحضور، وأترك المجال لأصحاب السماحة وكل من يريد أن يتكلم، فجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك يا قرآن، 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 لبيك يا قرآن. الصلاة على محمد وآل محمد. Burning of holy books can never be justified on the ground of freedom of expression. With the Shaykh Ibrahim Sarhan, Islamic Center of America. صلوا على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Many thanks for everyone. Many thanks for Sister Jean. We do appreciate your time and sincere action today. While brothers and sisters, Quran is talking about dialogue and telling us we have to build the bridges and talk and reach others, while Quran is talking to others to share together common grounds, to coexist, to respect our holy books, we find on the other and people, they wanna ruin the fabric of this beautifully diversified society. They are hurting the first common sense among people, which is respecting others. Burning the Quran is not just affecting Muslims, it's affecting the whole planet, as the sister, you know, was telling me. Burning Quran, it's a sign of hate. That means you cannot communicate. That means you did not reach to our civilized world. I'm fine with criticizing me. I'm fine if you do not agree or not. I'm fine if you do not believe what I believe in. But I'm not fine to deliver hateful expressions that might lead to lawless actions and to create problems split in the society. That's not accepted in Islam, and I believe is not accepted in any good religion on earth that we believe in. Why you're burning the Quran? Because it's talking about Mary, the mother of Jesus. You're burning Quran because it's mentioning Jesus in a very beautiful way, more than mentioning any other prophet. No, you're wrong. Your intention is to create hate, and this is has nothing to do with the freedom of speech. مثل ما لقلنا لكم متابعين قناة الأخبار من مدينة ديربون الأمريكية وبدعوة من عدد من المراكز الدينية وأكيد الإسلامية في المنطقة، وقفة احتجاج ضد حرق القرآن الكريم بالسويد والدنمارك. وأكيد مثل ما عم نسمع للكلمات، يعني هي دعوة لاحترام الديانات والكتب المقدسة، وتعبير أنه هيدا الموضوع هو حرق الكتب المقدسة وخاصة القرآن لا يعتبر يعني حرية تعبير، وإنما هو اعتداء، وإنما هو شكل من أشكال الحقد والكراهية، وبالتالي يجب يعني وقفه ومحاربته. أكيد هناك حضور كبير إن كان من رجال الدين والمؤسسات الدينية والمؤسسات الاجتماعية وعدد من الأشخاص المنتخبين على الـ elected officials، وأيضا بحضور
كمان يعني جيد محمد بحضور اللهم صل بحضور جيد اكيد من الجاليه بجميع اطيافها. هذه كان نقلنا اليوم من مدينه ديربون الامريكيه. نلقاكم ان شاء الله بنقل مباشر اخر وبرامج اخرى. كان معكم حسين هاشم من قناه الاخبار. الى اللقاء. I want to be clear that I'm not speaking as mayor. I'm speaking